وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج بتعرف كيف. اليوم رح نتحدث عن أصول تعلم السباحة، رح نعرفكم على أمور كثيرة بموضوع السباحة. كيف الأهم من هذا الموضوع أنه كيف نتعلم الحركات الأساسية اللي نقدر نطيش فيها فوق المي، كمان الفرق ما بين السباحة في بركة والسباحة في بحر، وخاصة بعد الأمور والأخبار الكثيرة اللي سمعناها عن موضوع الغرق، كيف ننقذ أنفسنا، كيف كمان ننقذ الآخرين. رح نتعلم كل هاي الأمور بحلقتنا اليوم من برنامج بتعرف كيف. نكون أقرب للشرح، جينا على مسبح جامعة النجاح الوطنية والتقينا بالدكتور جمال شاكر، محاضر بكلية التربية الرياضية وأيضا أستاذ السباحة في جامعة النجاح الوطنية. أهلا وسهلا فيك دكتور جمال. أهلا وسهلا، وشرفت كلية التربية الرياضية ومسبح كلية التربية الرياضية. يعطيك العافية. إحنا اليوم يعني منبهرين بهذا المسبح، بالتقنيات الموجودة اللي بتعلم الطلاب، تحديدا طلاب التربية الرياضية، الموظفين، أي حدا كمان بحب إنه يتطوع أو إنه يجي ياخد دروس بالسباحة ليتعلم أصول السباحة في هذا المسبح. قبل ما نحكي عن التجهيزات وقبل ما نحكي أكثر عن المسابح ومواصفاتها، خلينا نحكي عن موضوع السباحة كرياضة كمان حثنا عليها الرسول أن نعلم فيها أبنائنا. قديش السباحة مهمة كرياضة للجسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول إشي، السباحة هي رسالة إنسانية حثنا عليها الرسول الكريم، وفي أحاديث كثيرة بتحثنا على السباحة، من هاي الحديث علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. هاي السباحة هي زي ما حكينا رسالة إنسانية، واجبنا إحنا كأباء، واجبنا كمسؤولين نعلم كل أولادنا السباحة، لأنه فيها إنقاذ حياة غريق من الموت. فلذلك من واجب الأهل، من واجب كل المسؤولين إنه نعلم الأولاد وأطفالنا السباحة حتى ما نتعرض لحوادث الغرق والموت، ونستطيع إن ننقذ أي إنسان. ممكن إحنا إنسان بيعرف سباحة يستطيع ينقذ غريق، لكن بكونش عنده مهارات الإنقاذ، بس إلا بكون عنده جزء من إنه عنده القدرة إنه يعرف يتصرف وما يحدث الغرق. وإحنا بنشوف في مجتمعنا العربي للأسف، لكن اختلفت اليوم، إنه حوادث الغرق كثيرة نتيجة الجهل في عملية السباحة. فالإنسان يعني بشوف غريق أمامه بده يموت، هو رغم بعرف شو يسبح ممكن يلب حلوه. فلذلك إحنا لازم في عندنا نصائح لهذه الأمور، كيف إنه لازم نتعلم السباحة زي ما حكينا مهم كثير، ولازم نعرف كيف نتصرف عندما بدنا ننقذ غريق أو نتصرف مع غريق. نعم، يعني ممكن هي هاي الأمور والأخبار للأسف اللي كنا عم نسمعها بالفترة الأخيرة، إما شخص غرق ببحر أو ببركة أو حتى طفل، أو ممكن كمان أشخاص حاولوا أنهم ينقذوا المواطنين أو الغريق غرقوا معهم للأسف. فكل هاي الأمور رح نتعلمها اليوم حتى نعطيكم بعض التكنيك المهمة إنه كيف تنقذوا أنفسكم من الغرق أو حتى أي شخص آخر شفتوه بالمسبح أو حتى بالبحر، خاصة هلأ مع فصل الصيف. يعني في كتير ناس بتوجهوا على البحر، هل في فرق ما بين السباحة بالبحر أو حتى السباحة بالبركة؟ طبعاً السباحة في البحر هناك مية مالحة وسهل يعومل، لكن هناك اختلاف في الموج، يعني ممكن أي واحد يتحرك في داخل البحر، بس إنه بالبحر حتى لو كنت أنا سباح ماهر مش شطارة إني أدخل جوا في البحر، يعني أبعد مسافات كبيرة، ممكن يتعرض لحوام، ممكن يتعرض لشد عضل، ممكن يتعرض لأمور كثيرة. فحتى لو كنت سباح مش من النصائح إنك تخش في البحر بمية كبيرة، لكن إنه أي إنسان ممكن ينزل في البحر ويمارس الحركات المعينة داخل الماء، بس إنه مهم كثير إنه ما نتعمق في داخل البحر، لأنه أصلاً في إشارات تحذير للمواطنين إنه ما إنك تعدي هاي المنطقة. ففي الشروط إنه بيعرف يسبح ولا ما بيعرف يسبح. هي الفكرة دكتور إنه في ناس كتير بيحكوا طب هذا البني آدم ليش غرق وبيعرف يسبح، يعني إيش بيصير؟ هل هو ممكن هو يخش مسافة بعيدة داخل الماء وهي ممنوعة، بس هو لو بيشتغل ضمن الحدود الآمنة المسموح فيها، المنقذين بيكونوا ملاحظينه، الناس بيكونوا ملاحظينه،
فسهل إنقاذه. فلهذا السبب بيبروه على البحر، أي إنسان فينا ممكن يصل البحر ويمارس رياضة السباحة حتى لو عشوائي مش متعلم، ينزل بالمي ويتحرك بالمي. لكن الأخطاء اللي بتصير عنا إنه إحنا بنتعمق داخل المياه الغير مسموح إنه نسبح فيها. هلأ في البحار وين ما يكون، في كل دول العالم في مناطق خاصة للسباحة، ما ضروري إني أدخل في إشي غير آمن، لأني أنا حتى لو كنت سباح ماهر ممكن أتعرض لأمور كثيرة، ممكن أتعرض لشد عضل، ممكن أتعرض لأمور كثيرة. فلذلك هذا الإشي بيمنعه إنه هو يكمل مسيره في البحر. فممكن يتعرض حتى لو كان سباح كبير، ممكن يتعرض للغرق ويصير عنده حالة غرق. نعم، إحنا قبل ما نحكي عن الأمور الثانية اللي لها علاقة بالسباحة والتكنيكات البسيطة اللي بيتعلموها من الأساسيات، بما إننا بلشنا نحكي عن موضوع الغرق، خلينا نشوف عمليا التطبيق العملي كيف ممكن الإنسان ينقذ نفسه ويطيش على سطح الماء. يعني في ناس كتير بضلهم يمشوا بالبركة ما بيعرفوا كيف ممكن يطيشوا، فإيش هي التكنيك الأساسية اللي ممكن الإنسان ينقذ فيها نفسه إذا كان لوحده؟ هلا بالإنقاذ، موضوع الإنقاذ موضوع مهم كثير وموضوع واسع. هلا يعني مش سهل إنه إنسان عمره ما دخل الماء وصدفة دخل الماء وممكن بس ممكن يتصرف تصرفات بسيطة اللي تمنع غرقه لحين وصول منقذ، لحين حدا يساعده. فمهم كثير إنه بالمي، الإشي المهم كثير في المي التعامل معه، كيف أتعامل معه. المي بحاجة لنفس كويس واسترخاء. إذا كنت أنا بعيد عني عنصر الخوف وعرفت كيف أتصرف ممكن أحمي نفسي من الغرق. هلا في أمور كثيرة، نقطة مهمة كثير أثناء إنه الإنسان ممكن يتعرض لحالة غرق، إنه الحركات العشوائية على سطح الماء هي ممكن تربك الإنسان وتعرضه للغرق. كمان إنه يتنفس وهو بداخل الماء يفتح تمه، هاي من الأمور المهمة، لأنه إحنا بنشوف أغلب اللي بيغرقوا بيشرب مية كثير وهاي المية بتأدي فيه، يعني لازم يكتم نفسه، يكتم نفسه تحت الماء. هلا ممكن نعمل نماذج في المنطقة اللي هناك كيف واحد بيفتح تمه وبيعمل حركات عشوائية، وكيف إنسان استطاع يعني عنده نوع من المبادئ استطاع انه كيف يتحرك في داخل المي مع كتم النفس حتى لو غمرته المي. واتجاه جسمه وين لازم يكون، اتجاه راسه كمان. فاذا مهم كثير هذه الامور انه احنا نراعيها. الحركات العشوائيه مهم كثير، كتم النفس مهم كثير، لكن اذا عملت حركات عشوائيه ممكن هاي الحركات تؤدي في الغرق. نعم، واذا رح نشوف هلا كيف تطبيق عملي وكمان كيف ممكن انه ينقذ الشخص الاخر. قديش هي الاشياء المهمه كمان هلا للانقاذ. الانقاذ موضوع مهم. هلا انا مش ممكن يعني افرض انا موجود على سطح مسبح شفت انسان غريق، مش من حتى ما اشوفه ممكن يكون انواع الغرق كثير، انسان شرس كثير صعب اعرف اقترب منه اذا ما عنديش مهارات الانقاذ. في إنسان بيكون هلا بدي أترك السباح للحظة اللي يتعب اللي أستطيع إني أقترب منه، وفي عدة مسكات وعدة حركات للإنقاذ. طيب خلينا إحنا نتعرف عليها، نبلش نشوف هذا الإشي مع السباحين اللي موجودين. هلا ممكن إحنا بدأنا بالإنقاذ، طالما بدأنا بالإنقاذ ممكن نروح الجهة العميقة اللي نشوف كيف إنه السباح ممكن كيف الحركات العشوائية اللي ممكن تؤدي للغرق وكيف الحركات الغير عشوائية اللي ممكن تساعد على عملية الغرق. نعم، إذا تابعونا رح نشوف كل هاي المعلومات المهمة، والأكيد بإمكانكم أنكم تنقذوا أرواحكم أو حتى أرواح أشخاص تانيين يعني تعرضوا للغرق. بعد هذا الفاصل رح نشوفها بطريقة عملية. هذا أحد الغرقة اللي نزل عمل حركات عشوائية وفتح فمه تحت الماء منشان يتنفس، ما كتم النفس. هلا هذا غريق بغرق بسرعة لأنه هو عمل الحركات العشوائية وإيديه كانت خارجة تعمل حركات عشوائية خارج الماء، وهي من الأخطاء اللي ممكن تؤدي للإرباك والغرق. وفتح فمه عمل شهيق، اضطر لأنه بده أكسجين، هو شرب مي بكميات كبيرة، فهنا السباح غرق. هلا بدنا نشوف الحركة الأخرى اللي السباح نزل بهدوء، ما فتح تمه، ما شرب مي، عمل حركات بسيطة تحت المي اللي تساعده على إنقاذ نفسه، ممكن لا يصل حفت المسبح، ممكن لا يجي إنسان ينقذه، ممكن أمور كثيرة. هلا راح نشوف الحركة الأخرى اللي السباح فيها هو بيعمل حركات بسيطة داخل الماء مع
حركات رجلين وذراعين وكاتم النفس حتى لو كان جسمه تحت الماء وفوق الماء. خلينا نشوف السباح الآخر كيف ممكن هو ما يغرق. هلا الإنقاذ الغريق، إذا كنت مثلا موجود في مسبح وبدك تنقذ غريق، حدث أمامك حدث مثل هذا، مش شرط إني أنا أحد الطرق، لا بجوز أنا ما أكون أعرف أسبح، مش شرط إني أدب حالي وراء رأسها. هلا أغلب المسابح بتكون مجهزة بأدوات الإنقاذ، من هاي أدوات الإنقاذ العجل، الزاني، الطوافات، ممكن أرمي له أي أداة تساعد إذا أنا كنت ما بعرف أسبح. هلا إذا كان قريب مني ممكن أمد له إيدي، ممكن أمد له إجري، ممكن أمد له أي أداة بين إيدي مشان أنا ما أنزل في المي. حتى لو كنت بسبح ما في داعي إذا كان قريب وعندي هاي الأدوات إني أنزل وراء الغريق، لأنه الغرقة ممكن يكون غريق شرس جدا وصعب أمسكه وأثبته، ممكن يكون كبير، جسمه كبير، صعب إني أقدر أسحبه أجره، فلذلك ممكن أمد له أي أداة أسعى أنقذه فيها من الغرق. وفي خير مثال على هذا الحكي، ممكن إحنا نشوف شخص ينزل داخل الماء، ينزل داخل الماء وغريق، وأنا أمد له أداة مشان أنقذه فيه. هلا هون أمامنا غريق، هلا ما في داعي أنزل وراء هذا الغريق، هلا هو بداية الغرق، هلا ممكن أمد له هاي زاني قريبي وأسحبه باتجاه الماء. هلا ما في داعي أنزل، أنا في عندي أكثر من سباح، في عندي في البركة ملاني فيها 50 واحد 100 واحد، هلا أنا بدي راكب كل هذا الأمر، ما في داعي أنزل داخل المسبح. والمنقذ دائما بيكون خارج الماء، يعني بيكون كاشف كل المسبح، بشوف الناس اللي بتنزل اللي بيعرف يسبح، في ناس بيجهلوا هاي الأمور فبتنزل في الماء العميق ممكن يغرق. هلا في عندنا الإنقاذ الآخر، ممكن الغريق ينزل ما في أداة كان بنص الماء، المي أدوات مش ممكن توصله، ممكن أنا أكون منقذ وأضطر أنقذه وأمسكه بحركات معينة. في كثير من المسكات اللي ممكن أنا أمسك. هلا رح نحكي عن أحد الغرقة وكيف إنه الغريق السباح بده يمسك الغريق، ممكن يثبت أحد الذراعين على الصدر ويسبح سباحة الظهر بس بطريقة سباحة الصدر، حركات دولفينية ويسحبه باتجاه المسبح. هذا إذن من أحد خطوات الإنقاذ، بس أنا يعني من خبرتي بهذا الموضوع ومن تجربتي مش كويس إني أي واحد فينا بشوف غريق ما بشوف حال دبيت وراء. كنا المسبح مجهز بكل الأدوات، في عندي عجل إنقاذ، في عندي زاني، في عندي أدوات كثيرة، أنا ممكن إذا في مجال أمد له هاي الأداة وأوصله أسحبه بسرعة أنهي. بعد ما عرفنا الحركات الأساسية اللي ممكن إحنا ننقذ فيها أنفسنا من الغرق أو حتى الأشخاص الآخرين، خلينا نحكي أكثر عن تعليم السباحة وأهم التكنيك وأهم الحركات بتعليم السباحة. دكتور جمال من جديد أهلا وسهلا فيك، خلينا نحكي على موضوع تعليم السباحة للأشخاص المبتدئين، كيف ممكن نبلش معهم وإيش هو العمر المناسب لتعليم السباحة؟ طبعا ما في عمر محدد للتعليم، أي إنسان ممكن يتعلم السباحة حتى بسن كبير بسن متقدم، ولكن الأفضل تتم التعليم بمراحل العمرية الأولى، يعني ممكن أبلش أعلم من 4 سنين، ممكن أبلش من 5 سنين، فهذا بكون أفضل من بدايات عملية التعلم. لكن مش محظور إني أعلم ناس كبار، زي ما حكينا إنه أنا في فلسفة عندنا بالجامعة إنه صار في دورات سباحة وصار في إقبال كبير من قبل العاملين نظرا توفر هاي المنشأة الكبيرة والمهمة واللي هي من المنشآت المهمة عندنا بفلسطين. صرنا معلمين أفواج كبيرة من العاملين، وكان لهذا المسبح دور كبير إنه هدول الفئة العمرية الكبير يرفعوا عن أنفسهم ويتعلموا سباحة ويكونوا سباحين ويمارسوا السباحة طوال العام.
تمام. حتى يكونوا ممكن في كتير فترات لازم يقطعوها حتى يكونوا محترفين، ولكن لما نحكي على الأساسيات كيف بتبلشوا معهم؟ كيف ممكن إنهم يحسوا بوجودهم في الماء، يتعلموا حركات أساسية إنهم زي ما حكينا بالبداية إنهم ما يغرقوا، إنهم يسبحوا ويستمتعوا مش مجرد مشي في الماء. هلا إحنا بالجامعة هون إحنا ما منخرج أبطال، من طلبتنا أطفال طلابنا أجونا يعني عمر 21 سنة 18 سنة. هلا مفروض هو اللي بده يوصل لمرحلة البطولة كان في اهتمام من الصغر فيه، لكن إحنا هون منخرج معلمين هو يطلع على السوق، يطلع على المدارس، يطلع على الأندية، يطلع على المراكز، هو عنده قدرة إنه يعلم السباحة. هلا منعلمهم المهارات الأساسية للسباحة، منعلمهم حركات السباحة الأساسية. هل هم أي فئة عمرية ممكن يخرجوا فيها ناس سباحين إذا مسك يعني بدأوا يعلموا أطفال صغار؟ هلا إذا أسسنا هذا الطفل من صغير بالحركات الأساسية هلا ممكن نوصل فيه لمرحلة البطولة إذا كان في اهتمام. طبعا هذا بده اهتمام من الأهل، من النادي، من المدرسة، من المؤسسة، مشان إحنا نصل لمراحل متقدمة في هذه الرياضة اللي هي رياضة مهمة، وزي ما حكينا لازم يتعلمها كل إنسان كل طفل لأنه مهم للحياة، ممكن نتعرض لمواقف كثيرة، فإذا مهم كثير إنه نعلمها. تمام. إذا نحكي إحنا الآن عن الحركات اللي ممكن إنهم يتعلموها بالسباحة. هلا إحنا بتعليم السباحة في عندنا مهارات التعود على الماء، نوصل لمرحلة نكسر حاجز الخوف، يصير عندنا إحساس بالمية، ممكن بعدها نبلش نعلم حركات السباحة الأساسية. هلا في البداية في عندنا مهارات الإحساس بالماء، في عندنا مهارات الطفو، في عندنا مهارات الحركات الأساسية للعين والرجلين لكل حركات السباحة. هلا في عندنا آخر مرحلة، في عندي أنا يعني محصلة عملي بعد ما أعطي هاي المهارات ممكن أعلم الوقوف في الماء وأعلم السباحة الكلابية، هي بأول نوع سباحة يتعلمها الإنسان قبل ما يأخذ حركات السباحة الأساسية اللي هي سباحة الصدر، سباحة الضبع، سباحة الفراشة، وسباحة الظهر. الحركات الأساسية بالسباحة هي أمور مهمة جداً في التعليم، رح نحكي عنها ونتعلمها بالمسباح من خلال حركات رح يعملونا إياها الشباب المتعلمين السباحة، وأيضاً تعليمات الدكتور جمال شاكر. رح نترككم لنتعلم الحركات الأساسية للسباحة. بداية طبعاً إحنا بدايات التعلم بنبدأ بالطلبة بمهارات الإحساس بالماء، وهي مهارات مهمة. طبعاً الماء وسط مغاير، في خوف، في موت، في رعب، فإحنا هذا عشان المتعلم نكسر حاجز الخوف بينه وبين الماء لازم نعطيه مهارات الإحساس بالماء. من مهارات الإحساس بالماء هي أول إشي المتعلم من فهمه شو المسبح، وين المنطقة العميقة، وين المنطقة الضحلة، نعطيه كل التعليمات عن المسبح لبي. بالبداية بقعد المتعلم من بجلس المتعلمين على حفة المسبح وببلشوا ضربات الرجلين أو حركات الرجلين بطيء، هيك المتعلم بلشنا نخليه يبلش يحس بالماء وهو قاعد على حفة المسبح. هلا بعدين بنكون نسرع الحركة، بسرع الحركة شوي أسرع، بتكون الحركة سريعة شوي، بعدين بحرك إيديه مع إجريه، بجيب المي على صدره وعلى وجهه وعلى كذا، وهو يحرك بإجريه كمان، أيوة هو يحرك بإجريه على صدره كمان أعلى المي، وبحرك إجريه أسرع. هلا بدي تعمل نعمل حركات الرجلين بشكل سريع، سريع أقصى سرعة، أقصى سرعة، أيوة كيف. هلا ننزل المي، ننزل المي، نمشي بالمي مشي، نمشي بالمي مشي لنصل لنهاية المسبح، مشي أسرع، أسرع المشي لنصل لنهاية المسبح. إيدي بحركهم، بسحب المي للأمام للخلف عشان أمشي، تبادل الذراعين، تبادل تبادل تبادل
ولا بيفهم متبادل ولا بنبدل. يلا اوصل الحافة وارجع. هلا بنحاول نجري جري، نجري جري، نرجع ركض. هاي مهارات احساس. اركض بالماي، اركض، ركض، 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 ركض. اعرف شو معنى ركض في المي. في المي، ايوه. اركض، 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 اركض في المي، اركض، اركض بهاي الحركة. كيف؟ هلا بدنا نحاول من التمارين المهمة انه تمارين النفس، التنفس. هلا كنا المي هي التعامل معها تمارين استرخاء، تمارين انه النفس والاسترخاء مع المتعلم. هلا بدنا نخلي المتعلم يفتح بالمي، يفتح بالمي، يحط وجهه بالمي. هلا لازم طالما هو المتعلم بعيد التمرين، طلع هون بيكشف لنا انه الطالب هو مفتح داخل المي ولا ما. اوكي بكفي. هلا من التمارين كمان اللي بناخذها بدنا نحاول اكتب نفس، احط ايدي ورا ظهري واعبي صدري هواء واحط وجهي في المي ونشوف المي كيف تعمل فينا. يلا يلا، ايوه. ارفع رجلك على الارض شوي، تحركش، ضم بالركبتين باتجاه الصدر، ضم بالركبتين باتجاه الصدر. هاي من مهارات الطفي، يعني احد مهارات الطفي ولازم نتعلمها. كيف يا محمد؟ هلا كمان مره نعمل التمرين بس باجر وحده، طفي وكنديل، احد انواع الطفي. بمسك اجري اليمين وبعمل نفس الحركه. هاي مهارات الطفي، من مهارات التعود على الماء. هلا طالما المتعلم عبى صدره هواء، المي سهل ترفعه. هلا في الماء لا، ما في جاذبيه، فبصير كثافة جسم السباح أكثر من كثافة الماء، فبتحمله الماء. هلا من مهارات الطفي والطفي الممتد على البطن، الطفي الممتد على البطن. بقف إيدي لأعلى، الرجل اليمين للأمام والرجل الخلفية للخلف، الشمال، إيدي لأعلى، إيدي لأعلى فوق. ودي أعمل تمرين الطفي وعلى البطن، بخش شهيق وبعبي صدري هواء وبعمل التمرين. يلا مع بعض. هلا المي حاملته برضه هون، اجريك مع بحد بعض، اجريك بحد بعض. هلا ممكن من التمارين نتعلمها كمان تمارين النفس، اخش هيك خارج الماء وافرغه برا، التمرين نفسه نعمله. ايوه محلك، يلا باستمرار التمرين مع بعض، باستمرار. هذا برضه من التمارين المهمة واللي لازم نعمله بكل محاضرة. هلا كمان من التمارين المهمة اللي بنعملها مهارات الأساسية اللي هو الطفو على الظهر، نفس الحركة، إيدي لأعلى بهذا الشكل، لكن بدي أعمل حركة معكوسة على الظهر وأكتب نفس، أخذ شهيق وأعمل الحركة وأطفو على ظهري. كثير كويس. هاي كمان من التمارين المهمة اللي بنعملها الأطفال وبتكسر حاجز الخوف وتعطي ثقة للمتعلم على الماء. كمان من التمارين اللي ممكن إحنا نتعلمها المهارات الأساسية اللي هو الانزلاق على البطن والانزلاق على الظهر. هلا بنعمل الانزلاق على الظهر أو على البطن بالأول. خلينا نعمل تمرين انزلاق، استعد. واحد، اثنين، ثلاث. برافو. هاي كمان من التمارين اللي بتعطي المتعلم ثقة وإنه صار يشعر إنه بيمشي داخل الماء، بيمشي داخل الماء. كمان هلا ممكن نعمل التمرين على الظهر، نفس التمرين، انزلاق على الظهر. انزلاق على الظهر مع بعض، استعد. جو. هاي برضو كيف انه هو ماشي السباح، هو بيعمل تمرين الطفو على الظهر. هاي ايضا كمان من المهارات الاساسيه اللي احنا ممكن نتعلم. هلا كمان بعد ما تعلمنا كل انواع الطفو سواء كانت على الظهر او على البطن، هيك لمحه سريعه عن المهارات الاساسيه ومهارات التعود على الماء او كسر حاجز الخوف. هلا هون ممكن بعد ما يتعلم كل هاي المهارات، ممكن الطالب يوقف اطول فتره ممكنه، ممكن يوقف نص ساعه، ممكن يوقف نص ساعه بعد ما تعلم كل هاي المهارات. هذا لهون احنا بنكون انهينا الجزئيه المهمه اللي هي تعليم الحركات الاساسيه في السباحه. هلا بسباحه متقدمه، هذا بدنا نقول السباحه الاساسيات. هلا في عندنا حركات السباحه الاساسيه اللي هي السباحة الحرة اللي بنسميها الزحف على البطن، سباحة الظهر اللي بنسميها سباحة الزحف على الظهر، سباحة الضفدع، سباحة
اللي هي بنسميها الصدر، وسباحة الفراشي أو الدولفين. هاي أربع حركات سباحة اللي بنعلمها بعد ما نعلم الأطفال أو الطلاب المهارات الأساسية، بنبلش نعلم بحركات السباحة الأربع. وبهيك مشاهدينا الكرام نكون اختتمنا وإياكم حلقتنا لليوم من برنامج بتعرف كيف، اللي حكينا فيها عن أساسيات تعلم الحركات الأساسية للسباحة وأيضا تعلم حركات المهارة، وكذلك إن شاء الله نكون قدمنا لكم فكرة واضحة لكيفية إنقاذ أنفسكم إذا كنتوا في بحر أو حتى في بركة من الغرق أو حتى إنقاذ الغير. نتمنى تكون هالحلقة أفادتكم وأعطتكم معلومات كثيرة عن موضوع السباحة واللي هي من الرياضات الممتعة. تابعونا بحلقة قادمة من برنامج بتعرف كيف.